هي دي فضيلتك. بسم الله ما شاء الله. زي ما انت يا ست رضوى. هوايدة. قصدي يا ست هوايدة. بالظبط زي ما شفتك في الفيديو. ده انت لو تعرف انا هعمل فيك ايه بايديا دول. كنت تمنيت الموت قبل اللي عملتيه يا فجرة. تسمح لي انا يا مولانا انول الشرف ده؟ اصل المزة دي تلزمني حبيبتي الروح بالروح، ومفيش اي حد هنا يقدر يتعامل معاها غيري. اعملي فيها اللي انت عايزاه. ما اعتقدش يا دودو خالص انك عندك استعداد تتنازلي عن خلقتك الحلوة دي وخدودك الجميلة دي. صدقيني مفيش حاجة تستاهل. لا في يا نوسة، صدقيني في، بس غصب عني مش عارف اشرح لك وانت مش هتفهم. ايه بقى هوايدة الصايعة الجربوعة بتاعت حواري العمرانية هتسهوك لي في صوتها وهتعملي فيها فيلسوفة؟ فوق يا بنت ده ننوسة، يعني لو لقيتك عيد لأعوجك وارجع عدلك تاني. وعموما خلاص أنا عن نفسي خلصت ذمتي منك وريحت ضميري. لا لسه يا نوسة، لو عايزة تريحي فعلا ريحيني أنا الأول. ريحك النار اللي في ايدك دي، كويني بيها، دوقي ايدي مرارها، اعملي كده. تتحديني يا دودو؟ تستعبطي يا بنت؟ مش عايزه تقولي لي ادم فين حتى لو احرقك؟ انا طلبتها منه كتير، اشتكيت له، انت ليه ما بتاخدش حقك مني؟ ليه ما بتوجعنيش؟ انت بتستعبطي ولا بتستهبلي ولا بانك اتجننتي فعلا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اصل في الحالتين هفوقك، انا هفوقك. بصي انا هقول لك حاجه، عشان العشم والعشره اللي بينا انا هقرصك قرصه ودن صغنونه قد كده بعيده عن وشك المره دي، ماشي؟ ايدك بقى الطهره دي حلوه؟ ايه الاخبار؟ زي الزفت ولا اي حاجه. لا حول ولا قوه الا بالله. انا اعصابي تعبت، البت عامله زي الطوبه وعماله تهفلت باي كلام كده، شكلها لسعت واتجننت بجد. اتجننت ده يا مدام؟ ده بتمثل طبعا. اسالينا انا عن شطارتها في الملاوعه والتمثيل. بت ايه؟ لا 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 لا، دي تطيع على اي حد في الدنيا دي الا انا. انا عجناها وخبزاها كويس وعارفه العينه الواطيه دي. طب ادوني فرصتي كده وشوفوا النتيجه. سيبوني معاها ساعة زمن واحدة بس. مش وقته يا شيخ منصور، احنا بندور على طريقة تخليها تنطق وتقر عن مكان الخواجة، مش وقت التأديب دلوقتي يا شيخ منصور. لا تدوروا ولا تحوروا، بنت دي لو فضلت على الحال ده واحنا فضلنا معاها على الحال ده هتفطس مننا، ولا هتقر ولا هتنطق ولا حتى هتطلع منها بربع كلمة. طب وبعدين يا أخت إيناس؟ ده احنا في ظروف سياسية زي الزفت
ومش مستحملين أي شوشرة علينا. يعني الخواجة ده لو طلع ورقة واحدة من اللي عنده هتبقى مصيبة. لا 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 ولا تشيل هم. الخواجة ما يعزش حاجة في حياته كلها قد القرش، الفلوس، الأرجون. يعني مش هيطلع ولا ورقة غير لما يقعد معاك الأول ويتفق. يتفق ويقبض التمن، وبعد ما يخط العتبة ينشر اللي باعه زي ما عمل في اللي فات. ومين اللي قالك انه لو ظهر هيخط عتبة ولا هيبان على وش الدنيا تاني؟ ده انا لو شميت ريحته بس هنسفه من الوجود. ما كانت قدامكم ريحته يا مولانا، انتوا اللي سبتوها. قصدك ايه؟ قصدي البت ساره بتاعت اسكندريه اللي الهانم دي كانت قاعده عندها. اموت واعرف سبتوها ليه. ها واحنا كنا هنعمل بيها ايه يا اختي ايناس؟ يعني هي المشرحه ناقصه قتله. احنا اتفقنا نجيب هويده بس عشان هي اللي عارفه مكانه، بس ما كناش نتوقع ان مخها ضارب ومجنونه للدرجه دي. ماليش فيه، البت دي لازم تظهر وخلاص. بعتنا اللي يجيبها يا دكتور بس ما لقيناهاش، لقيناها طفشت ومحدش عارف لها اي سكه. في سكه يا عبد الله. سكه ايه؟ الولايه بتاعت العمرانيه اللي كانت قوياهم، اللي الرجاله بتوعك حرقوا لها البيت. ايه؟ انا رجالتي حرقوا بيت في العمرانيه؟ شوف ازاي؟ تخيل. وطفشوا الست الوحيده اللي عارفه فين مكان ساره. مش معقول، اكيد مبلبعه ترامادول ولا ضربه اي حاجه عشان تستحمل الطحن ده كله. ترامادول ايه يا سلوى؟ بقول لك البنت بعذبها وبكويها بالنار بتبتسم وبتقول الحمد لله، دي كانت بتترجاني اني اعذبها كمان. لا البنت دي حويطه ومش سهله خالص يا نوسه، رسمت عليكم كلكم دور رابعه العدويه عشان محدش يقرب لها ولا يجي جنبها. لا لا يا سلوى، لا الموضوع مش كده. تصيع على اي حد في الدنيا الا انا عارفاها كويس. من يوم ما عرفتها وهي جبانه ومتعايقه بجمالها وتخاف من قرصه ناموسه، لكن اللي شفته فيها ده هو ما شفتهاش في الخواجه في عز جبروته. وبعدين يا نوسه هتجنن، ما ينفعش ابقى دايسه عليها برجليا وابقى انا اللي شاعره بخوف مش هي. مش اي خوف، ده خوف بيخلي رجلي تترعش. تترعش؟ مصيبه لتكون البنت اتلبست بجد من كتر قعدتها مع مجازيب صباح، ويكون جن منهم لبسك انت كمان. والنبي بلاش استظراف، انت كمان مش وقته. وليه لا؟ وممكن تبقى هي دي الحكايه، ان يبقى فعلا ركبها جن او عفريت، مش حكايه توبه وندم زي ما هي كانت بتتمتم وبتقول. توبه وندم؟ وانتوا بيدخل عليكم الكلام ده؟ ايوه، دي ينفع لها توبه؟ دي صايعه بتاعت شوارع واخرها كلاب السكك. انت غيرانه يا نوسه؟ في حاجه جواكي بتقول انك غيرانه من الوقفه اللي البت دي وقفتها قدامك؟ هزتك القوه اللي كسرت بيها عينيكي؟ لا يا هويده بعينك، ما اتخلقتش لسه اللي تكسر ايناس الشرقاوي وتاكل من كرمتها. نوسه نوسه. ها؟ لا ده انت كده قلقتيني عليكي بجد. فوقي كده، في ايه؟ ولا تقلقي ولا زفت، تطلع ملبوسه تطلع متهببه بهباب، انا ماليش دعوه بده كله. انما الخلاصه ان مفيش اي امل من البت دي، مفيش حل قدامنا غير ان احنا نلاقي اللي اسمها ساره اللي البهايم دول سابوها. اسمعي، انت لازم تلاقي لنا اللي اسمها ساره دي باي طريقه. انجزي وخلصي، مفيش وقت. كده لسه بيحبك بعد كل اللي عملتيه معاه، لسه بيحلم بيك وبيعشق جمالك. ابو ستك لو عايز تنتقم. لا 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 لا، انتقام ايه؟ انا مش بتاع انتقام، احنا بشر خطائين يا ست الكل. المولى عز وجل فرض على نفسه الرحمه والمغفره، يبقى انا مش هغفر لك غلطه زي دي. ليه؟ يعني ما عندش قلب، ما عندش احساس، ما عندش رجوله. يا ريت يكون الكلام ده من قلبك بجد يا شيخ منصور، مش عشاني والله، والله العظيم ما عشاني، علشانك انت. ارجوك يا شيخ منصور،
ما تورطش نفسك في غلط اكتر من كده. لا طمني 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 يا ست الكل، ربنا ما يجيب غلط باذن الله. انا جاي اصفي النفوس عشان نفتح صفحه جديده مع بعض، صفحه كلها ود وحب وحنين. ما بسيبكش انا، ببوس ايدك وببوس رجلك وكل حاجه. حرام عليك يا شيخ منصور، حرام حرام. انت بتقول حرام عليك يا فجر كفره. انا اللي حرام عليا تربيه الشياطين؟ انا لو كنت نفذت فكري حكم الشرع وحط الله كزمانك دلوقتي بتقطع 600 حته وتدفن حيه تحت التراب. ادفني حيه، نفس بيها عبد الله، وادفني حيه في شغلك وغضبك فيا. وسيبك ما تلمسنيش، وحياه ربنا ما تلمسنيش. للدرجه دي بتحبي الوالده؟ بحبه قوي، ومش هقدر اخونه، مش هقدر افرط في روحي وجسمي قدامه اكثر من كده. انت بتتكلم عن الخيانه؟ بتتكلم عن الخيانه يا فجر يا كفره؟ انا هوريك دلوقتي طعم الخيانه وادوقها لك بايدي. وهذا جمالك، هذا جمالك، هذا جمالك وحلاوتك اللي عبالك. دوقي المرار اللي انا دوقته، يمكن تحس بيا. دوقي دوقي يا حلوه، دوقي دوقي، هذا جمالك وحلاوتك عبينك قوي.